الموضوع اللي بغيت أرمسكم عنه الله يحفظكم من الصبح صباح الله خير ويالس هتريا متى بركب سيارتي حما خبركم. حكومتنا فنانة رقم واحد، بلادنا كلها فنانة ورقم واحد، متميزين ورقم واحد في كل الأمور، في كل الأمور، في السياسة الخارجية والداخلية، نسبة للتعليم، للتطور، للعمران، للبنية التحتية، النظام، القانون، الشريعة، أحكام الله مطبقة، وين ما تسير، في الدراسة، في الثقافة، في كل ما وين ما تسير، نحن كله رقم واحد، وهذا كله يلا يحفظكم من بعد جهد، بعد جهد حثيث وتعب رجال تسهر طريقة مكوكية ترضى تدور الشيء العدل إنها تجلبه للبلاد وتعلم عيالنا أحسن دراسة وأحسن ثقافة وأحسن معاملة من الجامعات والمراكز الصحية والشوارع والجسور والبنية التحتية، هذا كله موجود عندنا. السنة هذه سنة التسامح أطلق عليها، بالرغم من التسامح هذا موجود من سنين، منذ الخليقة، من استوى الإسلام وهو دين التسامح اسمه، لكن مطبق عندنا من أول ما استوت الدولة، من قبل ظهور النفط وقبل ظهور البترول. والدين دين تسامح، بلادنا بلاد تسامح، حكامنا حكام متسامحين، شعبنا شعب متسامح، متجانسة جميع الأطياف وجميع القبائل، لا عندنا قبلية، لا عندنا تفنيد هذا أبو فلان ولا أم فلان ولا هذا عرق الفلاني ولا الديانة الفلانية، متسامحين ومتجانسين ونمشي في درب واحد، اليار منا يساعد ياره بغض النظر عن أصله وفصله، وين ياي وين متنتي، ما حد ينظر للموضوع هذا من استوينا لين اليوم ولله الحمد. فلذلك يجب المحافظة على الوضع اللي نحن وصلنا إليه. هذا ما يبهين يا من بعد نطة ونطيطة وجولات مكوكية من وزراء وحكام وأولياء عهود، يا بعد تعب الوضع اللي نحن فيه اللي تشوفونه، هذا نحن هذا مغبوطين عليه ومحسودين إن نحن وصلنا إلى هالمواصيل. الدول المتقدمة قبلنا ظاهر عندهم الخير وظاهر العز وظاهر الكرامة عندهم بآلاف السنين، يبوكم ما راموا يوصلون ربع مواصيل اللي نحن بلادنا وصلت له. هذا يا جهد وتعب وشيء متعب وشيء يعني خذ فترة طويلة، فلذلك يجب المحافظة عليه. محافظة كيف تحافظ عليه؟ كيف تحافظ على رقمك الواحد الأول هذا؟ تظهر رقمك اللي هو رقم واحد والمحافظة عليه بكونك أنك أنت تبرز كل ما هو جيد، كل ما هو يعكس بيئك الطيبة، تربيك، نشأك، من وين جيت وتنتيت. هذا الأمر وايد ضروري تصقله وتظهره بالشيء الإيجابي، ما تجلس تسوي الشيء المخل بالآداب، المخل بالشرف، اللي يظهر بلادك يعني شيء استوى سنين الله والحكومة تسوي. أنت تتميز بالشيء الصح، بالشيء الحلو، ندريبك تبى تتميز، ما عليه، تميز بالشيء اللي هو الفنان. ما بتسوي شيء مخل بالشرف والآداب وتتوقع أن هذا هو اللي بيميزك، بالعكس هذا يردك إلى الخلف، هذا يردك إلى الوراء، بتستوي رقم صفر، ما بتسعة ولا ثمانية ولا سبعة، بتستوي رقم صفر، لأنك أنت تبى تتميز بالشيء السلبي. لا، معلوم أنك تبى الشيء الصح، لكن فكر، الله عاطنك مخ وحواس، فكر بالشيء الحلو وسوه، كانك بتصور، بتمثل، بترمس، بتسافر داخل الدولة وخارجها، بتسوي الشيء اللي يظهر انك انت رقم واحد وانك انت حقيقي رقم واحد، مش بس الا رمسه رقم واحد، البلاد رقم واحد، لكن انت يوم ظهرت حينه وصورت المقطع هذا ولا رمست الرمسه هذه، مفروض انك تكون انت بعد حتى في منطوقك، حتى في كلامك، في حديثك ويا العرب، في معاملك ويا الناس تكون رقم واحد. لا تنظر انك انت ساير البلاد الفلانيه وما حبه يشوفك ولا ما حبه يعرفك ولا ما حبه يحسبك، بالعكس بينحسبك وبين
انعرف كل كلمة انت قلتها، لأنك انت جوازك رقم واحد، جوازك هو شخصيتك، جنسيتك هي شخصيتك. كيف بتصير؟ فمدام جوازك رقم واحد فأنت رقم واحد، وأنت خارج الدولة ناهيك عن يوم تكون داخل الدولة. خارج الدولة مفروض أنك أنت تكون رقم واحد، كانك في مطعم، في ساير، في درب، في مركز، في مستشفى، في سفارة، في وزارة، في طريق، راكب باص، راكب قطار، راكب روز ريز، راكب طيارة، مفروض قطار أنك باخرة أنك أنت تكون رقم واحد. كيف تكون رقم واحد؟ جوازك ترى رقم واحد معروف، هذا من البلاد الفلاني. انت حين ما تمثل عن نفسك، انت تساير تمثل دولة كاملة. كل انسان من يظهر من داره يمثل بلاد كاملة، ما يمثل نفسه. فلذلك مفروض انك انت تبتعد عن اي مكان مشبوه، اي مكان مشبوه، اي تجمع مبزين، اي مكان يحصل فيه شيء غلط، لانك الله عطنك مخ فتعرف ان هذا الشيء غلط. لا تقول بسير ما حبي يشوفني، لا تقول بس بتكلم ما حبي يسمعني، لا تقول بمشي ما حبي يدريبي. الدنيا كلها مراقبه، وين ما لازم انت اصلا يا الانسان تراقب عمرك قبل ما حد يراقبك. الله سبحانه وتعالى فوق يطلع على الامور كلها، ما يتغبى. شو اللي ما كان؟ الشيء اللي ما استوى هذا ما كان، لكن شيء استوى لازم الناس ما تدريبه. رب العالمين انغبيت عليك على الله، ما شيء غبي، رب العالمين هم اطلع على كل شيء. لا تقول بسير مكان تجمعات ولا مكان مظاهرات ولا مكان يتكلموا كلام قاصر عن أي مكان، صفة عامة. فلذلك تبعد عن الشر وتغني له، بتكون أبوي أنت في خط الأمان. الحدث اللي مبزين السيء، الشيء المبزين يستوي في المكان اللي مبزين، الحدث السيء يستوي في المكان السيء. فليش تصير المكان السيء انت؟ لا تصير المكان اللي ما بزين، صير المكان الزين، بتلقط كل شيء زين فيه، كل شيء زين في المكان الزين. الشيء المكان البطالي، المكان اللي بؤرة الحدث البطالي، ترى مثل نافخ الكير يلحق منه الشرار، وبائع المسك يلحق وراه كل ريح طيب يلمسك انت.